اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا نقطه تماس على اون لايف. معاكم مواطن اسمه يوسف الحسيني بيقدم البرنامج ده. الحقيقه خلوني يعني اشارككم سعادتي البالغه بانه الاسبوع اللي فات كنت في المملكه العربيه السعوديه، تحديدا ما بين مكه والمدينه، في مكه المكرمه والمدينه المنوره. كنت طبعا زي ما هو واضح بعمل عمره، يعني مش واضح عليا، انا بتكلم على انه واحد رايح مكه وواحد رايح المدينه، فاكيد بعمل عمره. ربنا سبحانه وتعالى بدعوه انه يا رب يا رب يا رب يتقبل مني ويتقبل من كل، يتقبل دعوتي بالخير لكل الناس اللي انا دعيت لهم، ربنا عالم يعني. الحاجه المهمه بالنسبه لي هي انه انا لم اكن اتصور احساس البني ادم في العمره عامل ازاي. انا عمري في حياتي ما طلعت عمره، عمري في حياتي حتى ما زرت المملكه العربيه السعوديه، عمري ما رحت طبعا ولا مكه ولا عمري رحت المدينه على الاطلاق. لكن انا رحت من هنا وقلبي اتخطف خطفة غير طبيعية، تمنيت ان انا ما ارجعش من قدام الكعبة المشرفة ابدا ابدا، عايز افضل قاعد هناك حقيقي مش هزار. عارف اللي هو المسألة بتاعت ان هو قلبك اتعلق بيها، ده اللي حصل لي. الحاجة التانية واللي انا بشوفها مهمة جدا وجديرة بان الواحد يبقى تقدر تسميها انصاف، ان حبيت سميها مراجعة لآراء او لمواقف، ان حبيت برضو تقدر تسميها اعتذار برضو ان حبيت، مذيع العبد لله الفقير الى ربي تعالى يوسف الحسيني في فترة من الفترات شن شكل من اشكال الهجوم، سميه شرس سميه غير شرس مش دي القصة، على مش المملكة مش الدولة، هجوم حصل على السعودية بشكل او باخر، وتحديدا كان في السوشيال ميديا، ويمكن بعض الحلقات في برنامجي الاسبق اذا صح التعبير، عشان السابق كان اسمه بتوقيت القاهرة، الاسبق السادة المحترمون على السعودية. من باب الانصاف ومن باب المراجعة ومن باب انه الكبار او اللي عايزين يحترموا نفسهم وبيحترموا الناس يقدروا يقولوا احنا اخطأنا ان كانوا مخطئين، لقيت ناس في منتهى اللطف والادب والاحترام والود والتواضع والكرم في المملكة. بالمناسبة انا رحت بطولي انا ومراتي، يعني لا دعوة ولا هدية ولا مش عارف خالص، انا بتكلم بجد. ويعني تقدروا ترجعوا لسجلات التأشيرة وما الى ذلك للي يحب يعني. ناس زي ما بقول لكم تاني، علشان برضو ده زي ما بقول لكم، ده سميها المراجعة، سميها الاعتذار، سميها الانصاف، سميها عودة الى الحق، اذا اردت تسميها زي ما تسميها. فعلا انا مش مشغول بالمسمى على قد ما انا مشغول بالملاحظة. انا شفت ناس في منتهى الادب والذوق والاخلاق والخلق الرفيع والكرم وضيافه ما بعدها ضيافه. كفايه ان انا دخلت الريسبشن بتاع الاوتيل اللي انا كنت حاجز فيه في مكه المكرمه، والاخ الفاضل كان اسمه سلطان اللي استقبلني. فالحجز باسم مين؟ قلت له باسم يوسف الحسيني، زوجتي اسمها فلانه الفلانيه. دخل بص بص لي، انت يوسف الحسيني المذيع؟ قلت له اه. قال لي اول حاجه اهلا. انا قلت اه، الراجل اكيد زعلان مني، الراجل شايل مني تمام. قال لي اهلا بيك، نورت السعوديه وان شاء الله عمره مقبوله تمام. جه حد من زملائه فجايب الموبايل فبيوري له كده، ما اعرفش بيوري له ايه، فقال لي ده زميلي عمل سيرش كده سريع عليك على جوجل. فقلت اه، هيغير بقى وجهه نظره دلوقتي. قال لي نورتنا يا استاذ يوسف ومش عارف ايه، وربنا باذن الله يبارك لك في عمرتك ومش عارف ايه، واهلا وسهلا وتبقى اقامه سعيده معانا في مكه المكرمه وفي الفندق. ولقيت مجاملة لطيفة ظريفة رائعة مبعوتة على الأوضة، فاكهة وحلويات وحاجات لطيفة جدا. اللي كان بتصادف انه يعرفني من اهل المملكة اللي موجودين في مكة المكرمة او في المدينة المنورة، اتعامل معايا معاملة تخليك تخجل من نفسك ان انت زعلت الناس دول في يوم من الايام، وتخليك تزعل من نفسك انك انت ما تديلهمش حقهم وما تديلهمش حقهم الكامل، سواء اذا كان من الاعتذار او من الوصف بما يستحقوه بكرم اخلاقهم وادبهم وتواضعهم الجم. واتمنى انه يقبل هذا الاعتذار من هذا الشعب الكريم، اتمنى ذلك، واتمنى انه تقبل هذه المراجعه، اتمنى ذلك، وانه ان شاء الله ربنا يكرمني بزياره جديده هناك للمملكه في عمره جديده او حج باذن الله سبحانه وتعالى. بقى مش هلحق الموسم اللي جاي ده، ربنا يكرمني واقدر الحق الموسم اللي بعده باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه اللي متعلقه بالمملكه، طرفت خبر ان كنت اراه خبرا طريفا، هو انه
رجل غني عن التعريف على الاقل، حتى مش بس في المجتمع السعودي، احنا عندنا في مصر التركي الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الاهلي، ورجل هو مسؤول الرياضه في المملكه السعوديه، انه رفض منصب الرئيس الشرفي لنادي الزمالك. قال يا جماعه انا راجل اهلاوي يعني، فما اقدرش ابقى اهلاوي ورئيس شرفي للاهلي وابقى رئيس شرفي للزمالك، منطق. بس الحقيقه يعني كنت اتمنى انه يبقى رئيس شرفي للزمالك 4 اسابيع يعني، شجع كره اليد بس. الراجل في كبوه الاهلي اللي هي الخبر الوحيد العيد اللي حصل، مش شماته في الاهلي والله، بس فرحه للزمالك، وهشجع الاهلي طول ما هو بيلعب مع اي نادي غير مصري. بس الزمالك كسب، مش عايز نفرح يعني، فرحتي بالعمره، فرحتي بمكسب الاهلي، لقيت تركي الشيخ بيقول ده انا مستعد ان احنا نجيب جهاز فني عالمي للاهلي وما الى ذلك، جهاز فني عالمي لكره اليد في الزمالك. والله العظيم شوف يا سيد تركي، نادي الزمالك ده عنده فريق كرة مية وفريق كرة يد لا يشق له غبار، ووصل إلى العالمية في مرحلة من المراحل. رعاية لطيفة كده بس لبتوع اليد وبتوع كرة المية، مش لازم كرة القدم. كرة القدم خلاص احنا عدينا وكسبنا الأهلي وتمام التمام، وبيب بيب زمالك وميت فول و14، عايزين نزق تاني منتخب الزمالك في كرة المية وفي كرة اليد. والله أنا بتكلم جد يعني، لو موضوع كده إيه بتشاور عقلك فيه، خش على كرة اليد وكرة المية بس، وخليك مع النادي الاهلي وشجعه. ما نقدرش نقول لك حاجة، انت راجل باهلاوي الهوى اذا صح التعبير يعني على سبيل المثال. لكن هنتقل لموضوع مهم، موضوع زي ما كنت بتكلم على المملكة بكرم اهلها الحقيقة ولطفهم وسماحتهم وذوقهم واخلاقهم العالية. التطورات اللي حاصلة جوه المملكة على الصعيد الاجتماعي لو صح التعبير، ويمكن ده انا اتكلمت فيه قبل كده، كان في تعليق او تعقيب او تحليل ان اردت لحوار ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان في اتلانتيك وفي التايمز لما كان في الولايات المتحده الامريكيه. مما لا شك فيه انه ولا يستطيع احد انه ينكر ان المملكه العربيه السعوديه في المرحله اللي احنا شايفينها قدامنا دي بتعيش حاله انفتاح اجتماعي او مجتمعي شامل على العالم. تسمح للنساء بقيادة السيارات، دخول الملاعب، إتاحة العروض الموسيقية والحفلات الغنائية والفنية والرياضية، رويال رامبل اللي اتعمل ومصارع الحق كان عظيم جدا، منح التراخيص لدور السينما، الأفلام بتخش أكيد، كل حاجة بتتعمل بما يتفق مع الإرث الثقافي والاجتماعي والقواعد الأخلاقية اللي موجودة في المملكة. وده برضو مهم بالمناسبة، هي فكرة الحفاظ على المجتمع بعاداته وبتقاليده، لكن كمان فكرة هذا الانفتاح الذي توج في منتصف إبريل اللي فات بزيارة كاردينال من الفاتيكان للعاصمة الرياض. دي زيارة حضرتك تقدر توصل لها أو تعتبرها زيارة تاريخية، ولا أفهم لماذا لم يتم إعطاء هذه الزيارة في الصحافة المصرية وفي الإعلام المصري حجمها الكافي. كاردينال لأول مرة بيتم استقباله داخل المملكة العربية السعودية، هذه المكانة الكنسية في الفاتيكان لأول مرة هذا الحجم يكون ضيف المملكة العربية السعودية، ضيف العاصمة السعودية الرياض. وتكلل هذه الزيارة بتوقيع أو بتوقيع أو بإمضاء اتفاقية تعاون ما بين الطرفين. الفاتيكان وبيرأس وفد الفاتيكان وقتها لو تتذكروا الكاردينال جون لوي تورن، وهو شخصية رئيسية في الفاتيكان، وكان على رأس الشأن الدبلوماسي في عهد البابا جون بول الثاني، وهو النهاردة رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان. وكان استقبله أثناء هذه الزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن يوسف. وكان من أهم نتائج هذه الزيارة إيه هي؟ إنه هيتعمل بروتوكول لافتتاح كنائس أو بناء وافتتاح كنائس للمواطنين أو الناس المسيحيين اللي جايين من شتى بقاع الأرض للعمل على أرض المملكة العربية السعودية، وضرورة العمل على المساواة في معاملة جميع المواطنين. شامل جدول الأعمال اللي ما خدش حقه برضه في الإعلام المصري والصحافة المصرية للأسف، وما اظنش انه خد حقه الكافي في الاعلام ولا العربي ولا حتى العالمي، يعني ده حدث تاريخي بجد مش هزار. شمل جدول الاعمال لهذه الزياره التاريخيه لقاء ما بين الاسقف وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الرياض. يا ساده، وانت تنظر للتطور اللي بيحصل في المملكه العربيه السعوديه، تقدر تقول ان السعوديه بتفتح قلبها بشكل جدي وحقيقي وكامل لما نطلق عليه جميعا حوار الأديان وفكرة القبول
مش الرفض. عملية انفتاح داخل السعودية حقيقية إلى أبعد الحدود، وليست بروباجندا ولا دعاية إعلامية للمملكة. وده أيضا ملموس، الانفتاح ملموس، يعني كلنا أصبحنا عارفين الأخبار المتعلقة بالنشاط الثقافي والترفيهي اللي موجود جوه المملكة. وده سبب أن الزيارة دي هي الزيارة اللي حظيت بتغطية إعلامية داخل المملكة في المقام الأول، وكانت رسالة إلى الخارج وبالذات رسالة إلى الغرب أنه نمط الحكم في المملكة، أو إذا أردت أن تسمي أنه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، يعطي صورة حقيقية لرجل إصلاحي ورجل حداثة ورجل تمدن إن أردت. الرسالة الموجهة أيضا للداخل هي هي، إحنا جايين بشكل جديد، احنا جايين نقدم المملكة بشكل جديد، سواء اذا كان امام مواطنيها او امام العاملين بيها او امام الخارج. لا تنسوا طبعا ايضا لقاء تاريخيا مع قداسة البابا توادرس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوصية، اثناء زيارة الامير محمد بن سلمان للقاهرة. انا بشوف المشهد كله بالنسبة لي متكامل، سواء اذا كان مشهدي الخاص لما سافرت المملكة، ولا المشهد العام بزيارة وفد الفاتيكان للرياض، ولا المشهد أيضا العام الخاص بزيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة ولقائه بقداسة البابا توادرس. ننتقل لموضوع تاني في السريع بعد إذنكم، موضوع مهم. تونس الخضراء بإذن الله بكرة على ميعاد مع أول انتخابات بلدية بعد ثورة الياسمين كما نطلق عليها في عام 2011. انتخابات بلدية زي انتخابات المحليات اللي عندنا في مصر. الكل في تونس يا جماعة منتظر هذه الانتخابات، المحليات بتاعة تونس يعني. هذه الانتخابات قد تأتي بطبقة جديدة أو كوادر جديدة ممن يخطون خطواتهم الحقيقية في عالم السياسة، بتكون ملتزمة بالعمل اللصيق إذا صح التعبير المتاخم للمجتمع التونسي، وبالتالي فكرة تحقيق تنمية حقيقية في تونس. بكرة 5.3 مليون ناخب تونسي يتوجهون بإذن الله لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في الانتخابات البلدية. من المعروف أن هذه الانتخابات البلدية أو المحليات في تونس، يعني عشان نبسطها لمشاهدينا المصريين، بتشهد تنافس واضح جدا ما بين التيار المدني وتيار الإسلام السياسي. طيب التيار المدني بيمثله حزب نداء تونس، حزب الرئيس، في حين بتمثل حركة النهضة الإخوان التيار الإسلامي. الساعات اللي فاتت دي كانت بتشهد تراشق وتبادل الاتهامات ما بين نداء تونس والنهضة. بالمناسبة حزب نداء تونس بينافس على 345 قائمة، النهضة بينافس على كل القوائم اللي هي 350 قائمة. حزب النهضة الإسلامي الإخواني بالختم كعادته بيحاول يظهر انه الحزب غير المتشدد الإصلاحي الطيب الحبوب اللي هو ما هوش كده على حاجة، علشان يؤكد انه مش متشدد، عمل حدوتة تمثيلية حبكة درامية ورشح باسمه احد ابناء الطائفة اليهودية في تونس. قال ايه؟ احنا يا جماعة مش متشددين، بالظبط زي حزب الحرية والعدالة في مصر لما كان عندهم رفيق حبيب، باعتبار انه رفيق مسيحي اخونا حبيبي، عارفين انتوا الكليشير بتقال اكتر واحد كان صاحبي كان اسمه جرجس في الشقة اللي قصادنا. النهضة التونسي عمل اكتر واحد حبيبي يهودي اهو من الطائفة موجودة هنا في التو حبايب احنا والله. كالعادة اللي حصل في مصر انه احنا عمليا الطائفة اليهودية في مصر فضل فيها 8، ربنا يديهم الصحة والحمد لله، عندنا مسيحيين كتير تقريبا اظن 16-17 مليون يعني. فلما جه الحرية والعدالة عاوز يودي يبرز لنفسه او يخلق لنفسه صورة مدنية كاذبة تماما، صورة بتاعت قبول كاذبة تماما، صورة انفتاح كاذبة تماما، فحط رفيق حبيب نائب رئيس حزب. النهضة التونسي في المحليات او في انتخابات البلدية جاب واحد يهودي ضمن قوائم حركة النهضة. بالقطع واضح ان ده الاستغلال الموضوع، ومؤشر قال ايه؟ احنا شفتوا احنا منفتحين احنا طيبين. هي كذبة جديدة بتعملها النهضة وكذبة جديدة بيعملها الاخوان في تونس. طيب ايه اهمية الانتخابات يا عم يوسف؟ اقول لك اتكلمنا عليها ليه في مصر. سيبك ان البرنامج بالاساس عربي ودولي وما الى ذلك، بس علشان نبقى فاهمين انه اكيد اللي بيحصل في المنطقة العربية هو انعكاسات لبعضها البعض. حلو كده؟ اوكي. عاوز يقول لك يا جماعة احنا
هذه الانتخابات مفترض الصح اللي يحصل انها تبقى عمليه انعكاس لمساله الانتقال الديمقراطي في تونس. حلو، مفترض انها تكريس للنص الدستوري طبقا للدستور الجديد في تونس، وانه السلطه المحليه هي بتقوم على اساس اللامركزيه كاليه لاعاده توزيع السلطات وتعديل ادوار السلطه المركزيه والجماعات المحليه في ارجاء تونس الخضراء. طيب وفين مشكلتك يا عم يوسف؟ لا، مشكلة بمنتهى البساطة هي حالة عزوف التصويت في تونس إن حصلت لا قدر الله، وأتمنى أنها ما تحصلش، وأراهن على وعي وذكاء الشعب التونسي 100%. واللي دايما أنا أقعد أقول كده يا جماعة، يعني أنا راجل مصري حتى النخاعة، بموت في تراب البلد دي. بس يا جماعة التوانسة تاني هقولها، يصحى الصبح يقرأ لوموند، يقرأ فيجارو، ويقرأ جرايد الفرانكوفون في العالم، ثقافة مختلفة تماما. احنا ادخن جورنال بنقرأ عندنا، بنقرأ المصري اليوم والوطن والشروق على عيني وعلى راسي، بس الحقيقة الناس التانية بتقرأ جرايد عالمية. ده الصبح كده بيشرب كوباية شاي، فنجان قهوة لطيف ظريف، فهم منفتحين جدا. وبالتالي الرهان على وعي التوانسة رهان بإذن الله رابح، واتمنى انه ما يحصلش عزوف عن المشاركه في الانتخابات البلديه. معانا على التليفون من تونس الكاتبه الصحفيه ريم شاكر. اهلا بيك يا استاذه ريم. اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبتين. مهم عندي ان انا افهم، هل هناك اي تخوف او توجس من عدم المشاركه في الانتخابات البلديه في تونس؟ هو المفروض انه كان التخوف من تاريخ تصويت الامنيين، يعني من الاسبوع الفارق، باعتبار ان تصويت الامنيين كان ربما ضعيف جدا ولا يعني يبشر بخير، ولكن الامل رجع منذ حوالي ساعات، يعني منذ الصباح، وذلك يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. تمكنا حتى كملاحظين واعلاميين صحفيين ان نفهم ان التونسيون غدا سيصوتون وبكثافه، باعتبار ان هناك حاله كانت ربما من الذهول من اللامبالاه، ولكن تغيرت هذه الصوره باعتبار ان الوضع يبدو غير سهل بالمرة. إذا لا مفر إلا التصويت، لا مفر إلا المرور إلى الانتخابات غدا. هناك عدد كبير من المسجلين، ولكن ربما التخوف من العزوف الآن أمكن للأمل أن يكون أكبر، ولا أتصور أن يكون العدد يعني ضعيف، ولكن أيضا في نفس الوقت لن يكون بمثل كثافة الانتخابات التشريعية والرئاسية التي حدثت في 2014، لأن هناك نوع من الإحباط لا يمكن أن ننكره لدى التونسيين. ولكن إن شاء الله ننتظر أن يكون الأمل أكبر وعدد المصوتين يعني يبشر بخير، رغم أن هناك تجاذبات كبيرة بالنسبة للانتخابات البلدية، يعني بالنسبة للمجالس البلدية. هناك إلى حد اليوم هناك من يرى أنه مع أن تكون اللامركزية وهذا الخيار على مستوى انتخابات المجالس البلدية، وهناك من يرى أنها ربما ستؤدي إلى تفكك وإلى نوع من تشتت الشعب التونسي. طب أستاذ ريم، هذا الإحباط إن صب في مصلحة أحد يصب في مصلحة مين؟ هو ربما يصب أكثر في مصلحة النهضة، باعتبار أن حركة النهضة الآن هناك تخوف أو نوع من الأحباط بالنسبة لنداء تونس، نداء تونس الذي ربح الانتخابات في المرحلة الأولى. هناك من يرى أنه لم يفي بوعوده، هناك من يرى أن هناك نوع من التلاعب على مستوى الوعود. إذا تم يعني صدقت هذه الاحباط او هذه التخوفات، سيصب ذلك في لحزب حركة النهضة، الذي لا يمكن ان ننكر انه عمل يعني بجد، عمل بكد. ربما هناك ايضا نوع من الخدمة المدخونة، ولكن يبقى الأمل بالنسبة للعديد التونسيين وحركة نداء تونس، الذي كان في وقت ما هو صمام الأمان، لأنه ربما أنقذ التوجه الذي كان يمكن أن تكون فيه نحوه البلاد التونسية. هناك أيضا مؤشر لصعود الجبهة الشعبية، هناك مؤشر كبير لصعود الجبهة الشعبية، ولكن يمكن أيضا
أن ألاحظ وذلك ما تم التفاصيل إليه أن عديد القائمات المستقلة للتونسيين هناك ثقة كبيرة فيها، خاصة بالنسبة للمدن الكبرى، خاصة بالنسبة للبلديات الكبرى هناك قائمات مستقلة يمكن أن نثق فيها عكس داخل الجمهورية، لأن هناك قائمات ربما في ظاهرها مستقلة ولكن في الداخل ليست مستقلة. يعني عديد الأشياء يمكن أن نلاحظها. ننتظر غدا أن يكون التصويت بكثافة، ننتظر غدا أن يكون التونسيون في الموعد أيضا لهذه التجربة الجديدة، تجربة الديمقراطية التي تمر بها تونس مرة أخرى، ونحن ننتظر أن نكون على قدر المستوى بإذن الله. أشكرك جدا أستاذ ريم شاكر، الكاتبة الصحفية، محدثتنا من تونس. في السريع بس قبل الفاصل كده، في ملاحظة مهمة جدا، هل حد لاحظ أيام الانتخابات الرئاسية في مصر حالة الولولة والشردحة اللي حصلت سواء إذا كان في القنوات الإخوانية اللي موجودة في تركيا أو حتى في الشبكات التركية الرسمية زي شبكة الأناضول، وهم يتحدثون عن أين المنافسة في الانتخابات الرئاسية، هذه ليست انتخابات، وحالة من حالات الولولة والشردحة والردح، وحدث ولا حرج، ربنا يعني يديهم على قد نياتهم. حلو حلو يا عم يوسف، مش موضوعي، خبطوا دماغهم في الحيط، مش دي القصة. لكن لما يجي رجب طيب اردوغان فينسحب كافة منافسين من امامه وعلى رأسهم اوغلو جول، يبقى حلو وجميل وديمقراطية وميت فل واربعتاشر والزغرات يا اللي انت مش معانا، ده حاجة مهمة جدا. وهنا تيجي تسأل السؤال، واين قنوات الاخوان اللي موجودة هناك في تركيا؟ أين الانسحاب من أمام وهل هذه هي انتخابات؟ وفين المقالات الجميلة اللطيفة الظريفة التي تحدث؟ وهل هذه انتخابات؟ السؤال، وهل ما يحدث في تركيا انتخابات؟ ولا اللي في تركيا حلو واللي عندنا كخ؟ هنا تاني للسيد المشاهد والمشاهدة المحترمين الكل بمكيالين، عشان لما بنقول ما تصدقهمش يبقى بجد دول بكيلو بمكيال واثنين وثلاثة واربعة، جعل بتوزن بره، ما عندهمش ميزان، ده مفيش ميزان خالص. خلوني اقول لكم انه ان شاء الله بعد الفاصل لقاء مع الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، حوار حول انتهاء فعاليات المجلس الوطني الفلسطيني، ما آلت اليه من قرارات، وبعد اذنكم عايزينكم تتابعونا في بمناسبه يعني انه الحمد لله كان الصهيوني المحتل انسحب من سباق عضويه مجلس الامن، فكلمتين كده على جهاز الموساد اللي اتكلم ترامب عن اسرائيل او كان الصهيوني وقال لك أعظم ديمقراطية موجودة في المنطقة. فالفيلر ده بس إهداء للسيد دونالد ترامب حول الجهاز التابع للي من وجهة نظره أفضل ديمقراطية موجودة في المنطقة، الموساد، جهاز الدم. شوفوه.
انتهت جلسات المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله أخيرا بتعزيز نفوذ الرئيس محمود عباس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحصوله على شرعية جديدة بانتخابه مرة أخرى من قبل أعلى هيئة تشريعية فلسطينية رئيسا للدولة الفلسطينية ورئيسا كذلك للجنة التنفيذية الجديدة. وبدأ عباس حقبة جديدة على رأس السلطة مجددا الشرعيات بالطريقة التي أرادها إلى حد كبير رغم معارضة فصائل رئيسية، وعبر إعطاء المجلس المركزي الفلسطيني صلاحيات المجلس الوطني، وهي الخطوة التي قرأها كثير من المراقبين على أنها قد تكون نهاية المجلس الوطني. وفتح عباس بابا أوسع أمام المعترضين على انعقاد المجلس الوطني بالانضمام لمنظمة التحرير، معلنا أنه ترك للحركة وللجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية 3 مقاعد في اللجنة التنفيذية الجديدة للمنظمة التي تكونت من 15 عضوا بدل من 18. وشهدت جلسات المؤتمر تصريحات في منتهى الأهمية، حيث اعترف الرئيس عباس بأن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي طلب منه تبادلا للأراضي بين مصر وغزة وأن يوافق على نقل الفلسطينيين للعيش في سيناء، وهو ما رفضه الرئيس عباس، بالإضافة إلى إنكار الرئيس عباس أيضا للمحرقة النازية، وهو الإنكار الذي عاد وتراجع عنه عقب الهجوم الإسرائيلي والدولي عليه. عموما باتت الدوائر الدولية والإقليمية تهتم بتطورات هذا المؤتمر، وهو الاهتمام النابع من التحركات السياسية العامة التي تشهدها المنطقة. أهلا بكم معنا مرة تانية في نقطة تماس. لسه ردود الأفعال متواصلة على الساحة مع انتهاء فعاليات المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة انتخاب الرئيس محمود عباس أبو مازن من جديد، مع تغييرات أو بعض التغييرات في أعضاء أو عضويات المجلس، وجود أعضاء جداد يمكن يكونوا أعضاء لأول مرة، وتطورات حاصلة في هذا الملف أكتر من كثيرة، الكثير من التفاصيل شديدة الأهمية. تصريحات مهمة جدا أدلى بيها الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس أبو مازن متعلقة بسيناء، وتصريحات أثارت حفيظة المجتمع الدولي أو قل العالم الحر إن أردت على مسألة المحرقة النازية. الكثير أيضا من تصريحات الرئيس عباس أبو مازن تحتاج إلى تحليل من الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أحد أبرز خبراء الشؤون الفلسطينية. نرحب بأولا، إزاي الحال؟ أهلا وسهلا أستاذ يوسف. كله تمام؟ الحمد لله، تفضل فهمي. أول حاجة تيجي على بالي هي أنه الرئيس عباس أبو مازن يعي جدا 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 خطورة كلامه حول مسألة المحرقة النازية مهما اختلف معه المختلفين أو اتفق معه المتفقين، ولكن أدلى بهذه الجمل وهو يعلم أنها تثير حفيظة أوروبا اللي هو بيخطب ودها. شوف حضرتك، طبعا أنت بدأت بنقطة شائكة، ربما هو غير رأيه وقدم اعتذار في نهاية أعمال المؤتمر بحيث أنه أطلق ما قاله، وأنا لا أتوقف أمام أنها وأنها زلة لسان أبو مازن من السياسيين المتميزين في طرح أفكارهم وآرائهم، ويريد أن يسرب بعض الأمور ففعلها ثم عاد واعتذر برسالة دبلوماسية يفهم منها أنه قدم اعتذارا. لكن أنا في تقديري ومعرفتي المباشرة بالرئيس محمود عباس والتقائي الطويل معه منذ كان رجل ثاني في المنظمة وفي السلطة الفلسطينية، أنه أراد أن ينقل رسالة مباشرة إلى من يهمه الأمر بالنسبة لهذا الملف الشائك، وبالنسبة لمحاولة نقل رسالة إلى الأوروبيين، وهو يدرك مع من يتحدث ويناقش. طبعا ردود الفعل الإسرائيلية والأمريكية طبعا كانت متواصلة، وحضرتك تعلم أنه ليبرمان رد، يعني أفيجادور ليبرمان رد أنه التصريح أو الاعتذار إن صح التعبير في كل الأحوال غير مقبول وما إلى ذلك. هو يناقش في جدلية ربما تلقى قبول حضرتك من أمرين، إنه يثير جدال سياسي وإعلامي، ودي نقطة مهمة قوي، وفي نفس الوقت أنا في تقديري أنه أراد أن يبعث برسائل مختلفة. يعني النقطة اللي حضرتك أشرت وتكرمت بيها أستاذ يوسف في الجزء الخاص بسيناء والرئيس المخلوع مرسي والتفاصيل، أيضا أراد أن ينقل رسالة. الرئيس أبو مازن سياسي محنك ولديه رؤية صحيحة، ربما يرى هو أنها يمكن أن تنقل رسائل في توقيت بالغ الأهمية، لأنه كما تعلم
عقد المؤتمر في هذا التوقيت وتصميمه بعقد الاجتماع بمن حضر، دي رسالة مهمة، جزء منها رسائل للقوى الفلسطينية الداخلية وجزء منها إلى فصائل زي حماس وفتح والجبهة الشعبية التي تحفظت في البداية على عقد المؤتمر، لكن الرجل صمم على أن يمضي في طريقه ويحضر ما بين حضر، وتصدر هذه القرارات التي لم تكن غريبة، يعني بعيدا عن التناول أو أن أنت تعمل تحليل مضمون في نص المواقف والقرارات التي اتخذت، أنا في تقدير أستاذ يوسف لا تحمل جديدا. مراكز القوى المباشرة في مركز المجلس المركزي واللجنة التنفيذية بقيت كما هي، رجال أبو مازن على اليمين وعلى اليسار، فبالتالي وممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية لم يحدث فيها تغيير باستثناء بعض الأسماء التاريخية اللي هي تجاوزها طبعا السن، وطبعا بطبيعة الحال كان لابد أن يحدث تغييرا. حتى القرارات من الواضح أن الرئيس أبو مازن عمل يعني على صياغتها بأسلوبه المباشر اتباعا صف الحلول وأشباه الخيارات، أنه يكلف المجلس المركزي ببعض المهام والصلاحيات المباشرة في تحديد نمط وعلاقة العلاقة مع الجانب الإسرائيلي سواء في منظمة تحرير سواء في عمليات الاتفاقيات أوسلو وغيرها، وفي جزء يحيل المهام والصلاحيات لمن يقرر ذلك، لأن الخطوة التالية هي ليس في عقد اجتماعات المجلس الوطني أستاذ يوسف، يعني المجلس الوطني لن ينعقد، أنت كلفت حضرتك المجلس المركزي بكل صلاحياته ومهامه ليه، فبالتالي المجلس المركزي هو اللي هيبقى يدير في الفترة المقبلة اللجنة المركزية، الإطار الأشمل لمنظمة تحرير فلسطينية هي التي ستدير، وبالتالي سيصبح الرئيس أبو مازن رئيسا لثلاث جهات في نفس التوقيت كما تعلم، رئيس السلطة ورئيس منظمة تحرير فلسطينية ورئيس اللجنة المركزية، إذن هنا مركز صنع القرار سيبقى في يد الرئيس أبو مازن. طيب حلو كمل يا فندم، أنا عايز أسمع. الجزء الآخر هو ردود الفعل، وردود الفعل أرى أنها غير مبشرة، يعني منذ بدء الاجتماع في البداية تحفظت حماس والجهاد والجبهة الشعبية، سيب حضرتك مين حضر ومين غاب ومين حضر بصفته الشخصية ومين حضر بصفته القيادية، لكن في النهاية هناك خطوة أخرى أتمنى ألا تحدث، وهو حدوث مسار آخر بديل ترتب له حركة حماس بصورة مباشرة لعقد مجلس وطني مقابل، وهذه الخطوة إن تمت، لأنه تحليل مضمون المشهد بصورة مباشرة حضرتك من قبل قيادات حماس خلال الساعات الأخيرة تشير إلى أن حماس ترتب لمسار بديل، هذا المسار البديل أستاذ يوسف معناه أنها ستحدث اختراق في المشهد الفلسطيني الراهن، وبالتالي الترتيب الآن لعقد مجلس وطني بديل يضم الفصائل الفلسطينية التي لم تحضر من جانب، والفصائل الفلسطينية الأخرى وممثلي بعض التيارات حتى داخل فتح، يعني تيار الإصلاح داخل حركة فتح ومن يمثلهم، وتيارات بعض الفصائل الفلسطينية الأخرى التي لم تشارك في المؤتمر والاجتماع بما فيها بقى خطوة حركة حماس، وهذه هي نقطة أخطر، هي عقد المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي كما تعلم أيضا هي أحد أهم مؤسسات طبعا النظام الأساسي للنظام السياسي الفلسطيني، إذن هناك خطورة أن يحدث مسار آخر بديل بعد هذه الخطوة اللي حضرتك بنتكلم فيها، فبالتالي يبقى أنت أمام مسارين، مسار تقود السلطة الفلسطينية ويقود الرئيس محمود عباس بمن حضر في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني وممثليهم والتغييرات التي جرت وردود الفعل الدولية والإقليمية اللي حصلت، لكن على الجانب الآخر الخطوة المقابلة من حركة حماس بالترتيب لمسار آخر، فبالتالي يستمر الانقسام بصورة كبيرة في ظل التوقيت الراهن اللي أنا بكلم حضرتك فيه، لم تتمكن حكومة التوافق الوطني من خطة التمكين الكاملة في قطاع غزة، الأمر الآخر عودة الأطراف الإقليمية للعبث بأمن الإقليم، يعني أشير هنا إلى عودة الدور القطري، عودة السفير محمد العمادي رئيس لجنة إعمار لقطاع غزة، والاتصالات التي تجرى الآن والحديث عن أدوار إقليمية أخرى للجانب التركي والإيراني والقطري، إذن هذا هو المشهد الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة، إذن إحنا أمام تجاذبات جديدة، انقسامات جديدة نخشى أن تؤثر على مسار العمل الفلسطيني المقبل خلال الأيام المقبلة. طيب ده هنا هيخليني أنا هطلع فاصل إعلاني، لكن عايز أسأل بعد الفاصل على مسألة هل هناك انعدام أفق في مسألة توافق فتحاوي حمساوي؟
كده عمليا الموضوع بينتهي لو صح التعبير، في مسألة انه انضمام او حلم انضمام حماس لمنظمة التحرير اصبح حلم، مجرد حلم ولن يرقى الى مرتبة الواقع. يمكن اخيرا برضو وبفكر فيها مسألة، مش عارف هل هي تلميحات ام هي ايضا مقصودة من الرئيس محمود عباس، حول دول الجوار التي تتدخل، عودة بقى قطر او بالاصح تكثيف وجود قطر داخل القطاع في غزة، هل هذا مقلق فيما يتعلق بعلاقة مصر بحماس، خاصة بعد إعادة الهيكلة والتي ارتأينا فيها أملا جديدا لاستقرار الأوضاع على الأراضي الفلسطينية وبالأخص في قطاع غزة؟ هستأذن أروح للفصل الإعلاني وارجع مرة تانية لحضرتك الدكتور طارق فهمي لو سمحتوا. استنونا. نجدد الترحيب مره ثانيه بضيفنا العزيز جدا الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، وزي ما كنت بقول لكم احد ابرز الخبراء في هذا الوطن العربي الكبير في مساله القضيه الفلسطينيه او قضيه الصراع العربي الصهيوني في المنطقه. انعدام الافق امام التوافق الفتحاوي الحمساوي كده، حماس مش داخله على منظمه التحرير، دي كلها اسئله يعني ليست يعني خليني تقرير. اقول سريعا النقط بقى عشان الوقت. واحد، زي ما حضرتك اشرت واتكرمت كنا بنتكلم قبل الفاصل، هو جزء مما كان سيتم ما بين دخول حماس وحركه الجهاد نظام الاساس نظام التحرير الفلسطينيه، هم كانوا حاطين شروط من ايام ياسر عرفات يوسف، فطبعا ما بيجددوهاش، وهو نظام المحاصصه، ان لازم يخش بنسبه معينه ويبقى للاغلبيه في منظمه التحرير الفلسطينيه. لكن الفتره الاخيره بقى، مش هكون صادم لحضرتك، اقول حاجه مهمه قوي، هم عايزين يلغوا منظمه التحرير الفلسطينيه ويسيطروا عليها، يبقى هم البديل لفتح بسرعه او باخرى. فبالتالي حماس يسيطر على منظمه التحرير الفلسطينيه وعلى سائر القوى والفصائل الفلسطينيه الاخرى، انت بتتكلم 18 تقريبا منظمه موجوده. اذا هي بتطرح نفسها كبديل يا استاذ يوسف، مش كطرف ينضوي تحت لواء منظمة تحرير فلسطين. مش شريك، هي بديل. لا مش شريك، ولا نظام محاصصة. منذ أيام كان الشيخ أحمد ياسين وبنتيسي ما كانوا بيطرحوا فكرة دخول بحصص معينة أو ما إلى ذلك. فموضوع أننا نخش منظمة تحرير فلسطينية هيبقى أمر مستبعد في الفترة المقبلة، وتفكيرهم بالفكر الإقصائي أن احنا نعمل مؤسسات بديلة ونعمل كيانات بديلة ونبدأ نحرك المجلس التشريعي وكل هذه الشرعيات هتبقى فيه مشكلة. أنا بس عايز أنوه لحضرتك في السياق ده نقطة مهمة قوي، أن كل الشرعيات الفلسطينية منقوصة وانتهت صلاحيتها على الأرض، فلا أحد يتحدث عن شرعية. صحيح، يعني فيش شرعية فلسطينية خالص. تمام، يعني فبالتالي كل الشرعيات منقوصة ولا أحد يتحدث عنها. إنما إحنا بنقول إيه؟ إن في خطوات إيجابية مرحلية يمكن أن تبنى عليها. ليه في التوقيت ده؟ لجملة من الأسباب. أولا، أنت داخل في مرحلة تصفية القضية الفلسطينية من كل عناصرها. أنت بتتحدث الآن عن خيار صفري أنا أراه من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب الأمريكي، يعني موضوع الصفقة وموضوع التسوية الأمريكية والطرحة طبعا تفاصيلها تسربت للجميع حضرتك وأنا، ونعلم تفاصيلها بسرعة أو بأخرى. بالتالي القضية ليست في أنك تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو أن أنت تبدأ مخطط 2050 الخاص بقضية تطبيق الفكرة الإسرائيلية بطرد ألاف الأسر المقدسية وتصفية القضية الفلسطينية. أنت داخل على مخطط شيطاني إسرائيلي كامل يتطلب لحظة رشادة من القوى الفلسطينية، يتطلب لحظة رشادة من كل القوى الفلسطينية في هذا التوقيت لمواجهة هذا المخطط. لكن المشكلة في تشعب كل هذه المسارات. تتحدث عن كيف يذهب المفاوض الفلسطيني إلى الأمم المتحدة قبل سبتمبر المقبل، دورة انعقاد الجمعية العامة وظهره مكشوف، جزء من الوطن لا يزال خارج عن الشرعية. وبالتالي أنت بتتكلم على حاجتين، مشروعين، مشروع لحماس، مشروع لفتح، برنامج هنا وهناك، شعب هنا وشعب هناك، قيادة هنا وقيادة هناك. إذن ماذا سيفعل الرئيس أبو مازن ويذهب إلى هناك؟ الفكرة الإقصائية المباشرة وتصميم الرئيس أبو مازن على كثير من الأمور، جزء منها طبعا مرتبط أنه حماس ترى أن الإجراءات العقابية المفروضة في القطاع اللي هي الجزء الخاص بي، طبعا هو كان من الذكاء أنه أثناء المؤتمر يبقى يقول ان احنا هندي المرتبات خلال هذا الاسبوع، نعمل كذا، وانه لا يوجد احد يعاقب شعبه، ده شيء جيد. لكن الناس في قطاع غزه اللي هم مش حماس بس بالمناسبه، بيتحدثوا عن نمط جديد للحياه والمعيشه في ظل ازمات متفجره داخل القطاع. جزء اخر من مسيرات العوده، انت قبل 15 مايو مهم جدا ان يتوحد الصف الفلسطيني، لانه الخطوه مش في من تنقل السفاره أو يتم الاحتفال الإسرائيلي بيها، المشكلة في ماذا سيفعل الفلسطينيين قبل 15 مايو. صحيح. ونبدأ نعمل إيه؟
عرب 48، وهي رسالة لابد ان احنا نقولها، هي التي رتبت وخططت. حماس موجودة في المشهد، لكن حماس بتستثمر الحدث لاعتبارات سياسية كثيرة كما تعلم، محاولة لإعادة تقديم نفسها للرأي العام الفلسطيني. فبالتالي في منعطفات كثيرة مرتبطة بتعدد المسارات بما لا يخدم القضية الفلسطينية. دخول قطر اللي حضرتك وصفته أو دخول قطر يربك المشهد بصورة كبيرة، وأنا أكون أمين مع حضرتك، كنت بتكلم قبل الهوا معاك، دخول قطر يربك المشهد المرتبك اصلا، بمعنى انه قطر حينما تعود تتحدث عن امكانيه لعب دور وسيط مباشر في اي تفاهمات سياسيه، بتقدم حضرتك في دور المساعدات الانسانيه، بتتكلم على انها تدي 500 مليون دولار للوكاله الدوليه للاغاثه، فانت بتتكلم على اطراف بديله. وبالتالي الرساله هنا الى الشعب الفلسطيني، لابد للشعب الفلسطيني اليوم ان يكون له موقف تجاه ما يجري. والمناسبه وحضرتك تعلم انه الشعب الفلسطيني ليس شعب فصائلي، انت بتتكلم على نسبه الفصائل كام بالنسبه للشعب الفلسطيني، فبالتالي هنا الرساله مهمه، لابد للقوى الفلسطينيه الغير منضويه تحت لواء فصائل هنا او هناك ان يكون ليها دور. ده التملي، احنا بنقول الطرف الثالث في المعادله الفلسطينيه المنقسمه ما بين فتح وحماس والجبهات الاخرى، لازم يبقى لينا دور. مصر هتستمر تؤدي دورها بصوره كبيره، مصر هتستمر تحاول ان تقرب وجهات النظر بين الطرفين. الوساطه المصريه ضروريه حيث لا توجد وساطه لاي طرف، ما فيش اي وساطه لاي طرف، ومصر بتؤدي دورها التاريخي في هذا التوقيت حفاظا على القضيه الفلسطينيه. نحن نستشعر الخطر على القضيه الفلسطينيه، وبالتالي التحرك المصري، تحرك القياده المصريه، تحرك الاجهزه المصريه بالهدف للحفاظ على ما تبقى من القضية الفلسطينية ومواجهة المخطط الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. جزء من الوطن هو كله مرتبط به قطاع القطاع والضفة، ليس جزء من المتنفس الأبصر. دكتور أنا مبسوط جدا شفتك النهاردة، وأتمنى أن احنا نتقابل تاني مع مسيرة العودة مع 14-15 مايو الجاري. أتمنى أن احنا نقدر نعقد لقاء جديد نستفيد فيه من حضرتك. أشكرك جدا دكتور، كل الشكر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير الشؤون الفلسطينية الأبرز من وجهة نظري والكثيرين بالمناسبة. هي خلصت الحلقة لحد كده، بكرة هيبقى في معنا حلقة جديدة طبقا للتفاعلات اللي حاصلة على الساحة المصرية والعربية والدولية، لكن إن شاء الله بكرة بإذن الله هيبقى 6 مايو مئوية الشيخ زايد رحمة الله عليه، 100 سنة على ميلاد هذا الرجل الحكيم مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. فهيبقى في جانب ليس قليل من الحلقة على الإطلاق هنتكلم فيه شوية على 100 سنة من أو 100 سنة على ميلاد الشيخ زايد رحمة الله عليه وطيب الله ثرانا. قابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة الساحرة في نقطة تماس. سلامات.